أسرع، ولكن لأنه عطول اللي بيصير معنا بلبنان والسعودية والإمارات، لما العالم بتختبر لومينس لاين وعلى النتيجة اللي بياخدوها من اللومينس لاين، بيصير في ثقة تامة وسريعة بالمنتجات، بتخلي حيلا لاين تاني أو حيلا منتج تاني بينطلق بالسوق أو بيترخص بالسوق وبيمشي أسرع، لأنه العالم بنت الثقة من وراء لاين اللومينس. هيدا اللاين طوره دكتور نيومن مثل ما قلنا، ومبني على عوامل أساسية. أول علم مبني عليه هو مجال الخلايا الجذعية، مبني على حماية الخلايا الجذعية والحفاظ على DNA. بمعنى مختصر، شو يعني الخلايا الجذعية؟ الخلايا الجذعية إذا بدنا نبسطها كتير، هي الخلايا موجودة وين ما كان بالجسم، وبالأخص موجودة بالنخاع العظمي. تنفرز هيدي الخلايا وبتمشي بمجرى الدم. هي وعم تمشي بمجرى الدم بتصحح وبترمم كافة المشاكل اللي موجودة عنا بالجسم. إذا كان عنا جرح، إذا انجرحت إيدنا، هالخلايا عندها مقدرة تخصصية، يعني بتتحول لخلايا بشرة وبتلحم البشرة تبعنا. إذا عنا مشاكل بالكسر بالعظم، كذلك الأمر بتتحول لخلايا عظم. إذا عنا مشاكل بالكبد، وين ما كان بالجسم. فالصحة الدائمة ومقدرتنا على مكافحة الأمراض المستعصية والشباب الدائم مربوطة على مقدرة الخلايا الجذعية على الترميم. كل ما كانت مقدرة الخلايا الجذعية على الترميم مرتفعة أكثر من التدهور اللي عم بيصير بالجسم، معناتها نحن بالدرجة الأولى بنصير بصحة جيدة، وبالدرجة الثانية منأخر الأمراض المستعصية ومنأخر عوامل الشيخوخة. دكتور نيومان كان من أوائل الأطباء اللي بلش يستخدم هالطب بالجمال بالتجميل. ابتدى بالبداية بالأشخاص اللي عندهم تشوهات خلقية، بعدين بالأشخاص المتشوهين من إن كان عمليات استئصال كانسر أو عمليات معينة تشوهوا، بلش يساعده. وصاحب شركة جناس كان عنده إصابة بركبته، راح لعند دكتور نيومان، عمل له حقن بالغضروف ورجع يقدر يمشي لأنه الخلايا الجذعية رممت الغضروف. بلاين لومينس دكتور نيومان ارتكز على طب الخلايا الجذعية، ولكن بما أنه هالخلايا ما بتعيش برات المختبر أو جسم الإنسان، بقلب اللاين ما في خلايا جذعية، ولكن في إشارات النمو اللي بتفرزها الخلايا الجذعية، واللي هي كأنه في الخلايا، ولكن هي المقدرة الأساسية للترميم هي هالإشارات. هالإشارات الاسم الطبي اسمها APT200، موجودة بلاين لومينس. ولاين لومينس هو اللاين الوحيد بالعالم اللي فيه أكثر من 200 نوع مختلف من إشارات النمو. شو بيعني؟ بيعني لما نحطه على وجهنا بيعطي أوامر لبشرتنا إنه تبلش ترمم زيتها حسب كل بشرة بحاجتها. يعني الإنسان اللي عمره صغير، اللي عمره 18 واللي عمره 90، والشاب والصبية والسيدة، واللي بشرته زيتية واللي بشرته ناشفة واللي عنده مشاكل واللي ما عنده مشاكل، كلياتهم فيهم يستخدموا نفس المنتجات. ليش؟ لأنه كل بشرة بترمم زيتها بحسب مقدرتها، مش المنتج هو اللي عم بيرمم. لاين اللومينس معمول بالدرجة الأولى، أهم شيء مرخص حلال فكل الأشخاص بيقدروا يستخدموه. بالدرجة الثانية هيدا اللاين طبعاً الستار تبعه اللومينس، لأنه كل هاللاين قد ما فيها الشركة بعده عن كل شيء مصنع، عن كل شيء كيميكال، عن كل شيء بيأذي، عن كل شيء في سموم، وراحوا أكثر باتجاه كل شيء صحي وكل شيء ناتشورال. سو الأساس وأكثر منتج بينباع بالفريق تبعنا هو سيروم، وعفوا الشباب مش بس الصبايا بيشتروا، الصبايا بيشتروا والرجال بيشتروا. كلينزر بنستعمله لنغسل وجهنا عبكرة وعشية، بكل بساطة بنغسل وجهنا بالماء والصابون. سيروم بنحطه عشية وعبكرة حسب الأعمار والحالات. فلوليس بنحطه عشية بالدرجة الأولى، بالأخص للعالم اللي عندهم دبغات، تصبغات، بقح، اسوداد، بشرة منا لون موحد، عندهم كلف، كل شيء تصبغات ممكن اللومينس يفيد ويساعد فيها الفلوليس. كريم نهار المفضل لألي
خاصة إنه أنا كان عندي بشرة كتير ناشفة، أيام على النشفين بصير حكة لينزل دم، فالدي كريم صار لي 4 سنين ونص بستخدمه، غير إنه برطب بيحمي من أشعة الشمس. والشباب من المهم جدا إنكم تحطوا كريم نهار إذا كنتوا عايشين بمناخات فيها شمس قوية، مش فقط للترطيب ونحمي ويطلع بشرتنا شكلنا حلو، ولكن حاليا بهالعصر مع التلوث تنحمي بشرتنا من أشعة الشمس اللي ممكن تسبب كانسر بالبشرة بالجلد على المدى الطويل. سو ممكن هالقد كريم نهار يفيد. كريم الليل حاليا أكثر منتج وزعت منه هدايا لعيد الميلاد، وعرف فوق اليوم العيد عندي، فوجودي معكم هو كرمال فقط بلد العراق وانطلاقة هيدا التيم. كريم الجسم ومن أكثر المنتجات اللي بنسميها سريعة بالنتيجة، يعني إذا شخص حابب يجرب هيدا المنتجات بننصحه يجرب بكريم الجسم، خاصة للعالم اللي عندهم إكزيما، اللي عندهم نشفين، اللي عندهم تشققات، اللي بشرتهم بجسمهم تعبانة حتى أيام مترهلة، ممكن يقدروا ياخذوا نتيجة حلوة على كريم الجسم. بيجنس في نوعين من الماسك، أول ماسك واللي هو الليفتينج ماسك بنحطه مرة بالأسبوع، فينا نعمله مرتين بالأسبوع، بنحط الماسك 35 دقيقة نرجع منشيله، بيقبع هو مثل الكاوتشوك بنكبه بزبالة، غير إنه بيرطب بشد البشرة. وتاني ماسك مفضل لإلي الهايدرا شيلد، كمان بنعمله مرة لمرتين بالأسبوع، بيساعدنا إنه يحمينا من أشعة الشمس الضارة اللي ممكن تسبب مشاكل وكرف وإسوداد بالمستقبل، والتلوث اللي موجود حولنا. وبرجع بكرر الأشخاص اللي عايشين بمناخ ناشف، شمس قوية، مناخ صحراوي، هيدا المنتج ضروري للشباب والنساء. أهم سؤال العالم بيسألوني، هل يا ترى هالمنتجات فعالة؟ هل يا ترى بتمشي؟ سو نحن كان عندنا نفس السؤال، فلما ابتدينا جلس بلشنا نجرب هالمنتجات على أقرب الأشخاص لإلنا، عيالنا، أصحابنا. والصور اللي رح فرجيكم إياها هي عينة صغيرة من مئات ومئات الزبائن اللي بيبعتوا لنا النتائج بشكل يومي. هيدي الصور كلها حقيقية، ما في شيء فوتوشوب، ما في شيء نحن دقين فيه، كل الصور هي مظبوطة. هيدا أول صورة بتشوفوها السيروم بعد 3 أسابيع، نهال من مصر بتشوفه تحت عيونها بين حواجبها فوق شفافها بعد 5 أسابيع من استخدام المنتج. نيلا كان عندها زهرية بتشوفه النتيجة قبل وبعد 21 نهار، آثار لحبوب، جور تبع لحبوب، كمان هون بنشوف النتيجة على اليمين بعد 2 شهر من استخدام المنتجات. الندبات بعد 3 أسابيع، حبوب الشباب هو منه علاج لحبوب الشباب، ولكن في عنا كتير أشخاص عم ياخذوا النتيجة عندهم مشاكل بالحبوب مثل الصبية اللي شايفينها قدامكم. الحرق، هيدا الحرق النتيجة على اليمين بعد 3 أسابيع من استخدام المنتجات. كمان ندبات أو آثار الندبات منشوف النتيجة قبل والنتيجة بعد. كمان تشققات الولادة هيدا النتيجة بعد أسبوع. كل ما كانت، أو حتى شباب عندهم تشققات من البدانة أو تشققات من الجيم اللي بيروحوا على الجيم بتشققوا إيديهم أو جسمهم، كمان بيقدروا ياخذوا نتيجة. الماما عمرها تقريبا رح يصير 65 سنة، هيدا وجهها بعد 4 سنين من استخدام المنتجات. ندى عندها السواد تحت العيون بتشوفوا الدبغات، نتيجة قبل كانوا يعملوا لها قبر CO2، قبر غاز كرمال السواد، بنشوف النتيجة قبل ونتيجة بعد حتى تحت ما قبل وبعد الماسك، هيدي النتيجة بعد 35 دقيقة. بنتها لجنفييف عمرها 4 سنين طلع لها على جسمها طفرة من وراء البحر، بنشوف النتيجة على اليمين من بعد استخدام كريم الجسم. كمان تشققات الولادة قبل وبعد 1 شهر من استخدام المنتج. دكتور أنتوانيت وجهها بعد 6 أسابيع ونص، كمان من الأشخاص اللي كان عندهم انتفاخات كبيرة وكان عندهم دبغات كتيرة، فنتيجة قبل وبعد. شاب من صيدا الإكزيما بعد 4 أيام النتيجة قبل والنتيجة بعد. كمان بتشوفوا عينات هون قبل وبعد 24 ساعة. الجور اللي جايين من وراء الأكني من وراء الحبوب كمان بنشوف النتيجة. تصبغات النتيجة قبل والنتيجة بعد. وهيدا الزلمة عمره 90 سنة،
اجري مثل ما شايفين قديش تعبانين من ورا الكبر تبع العمر، حطوا له مرتين فقط كريم الجسم هيدا this one the body cream، والنتيجة بعد 48 ساعة بتشوفوها على اليمين. بتعرفوا بلبنان بأغسطس صار عنا انفجار ببيروت، في عنا كتير من الزبائن اتضرروا، هيدا شاب من بيناتهم والإزاز فات بوجهه قطش له وجهه، فبتشوفوا النتيجة على السيروم فوق أول ما بدأ يستخدم المنتج وتحت بعد شهر من استخدام المنتجات. تاني منتج رح نحكي